بسم الله الرحمن الرحيم، نتكلم إن شاء الله اليوم عن المحاضرة السادسة والأخيرة اللي هي عنوانها Ecosystem Function Energy Flow Through Ecosystem، يعني وظيفة النظام البيئي وهي جريان الطاقة خلال النظام البيئي. تكلمنا بالمحاضرتين السابقة عن مكونات النظام البيئي، ومثل ما موضح أمامكم هذا الرسم شلون جريان الطاقة يتم. الشمس تعتبر المصدر الرئيسي للطاقة للكرة الأرضية، و this energy that enter to the earth atmosphere تدخل إلى الغلاف الجوي بشكل حرارة وضوء، وهي تتوازن أو يتم تنظيمها حيث تكون قسم منها يمتص absorbed by the biosphere اللي هو الغلاف الحيوي مثل ما موضح أمامكم بهذا الرسم، بالإضافة إلى الطاقة التي تترك سطح الكرة الأرضية بشكل حرارة. والقانون الأول للثيرموديناميك اللي ينص على أن الطاقة لا يمكن أن تخلق أو تتدمر، لكن ممكن أن تنتقل من شكل إلى شكل آخر. When solar energy strikes the earth عندما تضرب الكرة الأرضية it tends to be degraded يعني تتحلل إلى طاقة حرارية heat energy. Only a very small part يعني هو جزء قليل فقط اللي هو 10% من هذه الطاقة يمكن أن يمتص من قبل النباتات الخضراء. And is subsequently transformed into a food energy وتتحول بشكل تدريجي إلى طاقة غذائية. الفود انرجي then flow through a series of organisms يعني تدخل بسلسلة من الكائنات بالنظام البيئي. All organisms يعني كل الكائنات إن كانت حية أو ميتة تعتبر مصدر للغذاء للكائنات الأخرى. Food chain and energy flow يعني السلسلة الغذائية وجريان الطاقة تعتبر الصفة الوظيفية للنظام البيئي which make it them dynamic يعني يجعلها حركي. The biotic and abiotic component of an ecosystem are linked through them ترتبط من خلاله. نجي على السلسلة الغذائية. السلسلة الغذائية هي جريان الطاقة أو طاقة الغذاء من الجرين بلانت اللي هم producers المنتجين عبر سلسلة من الكائنات with repeated eating يعني تأكل and being eaten وتؤكل تسمى السلسلة الغذائية. ومثل ما موضح أمامكم هاي السلسلة الغذائية البسيطة اللي هي الأعشاب والجراد والضفدع والأفعى والنسر، كل مستوى من هذه المستويات يسمى trophic level مستوى غذائي. وهذا مثال يعني مثلا الجراسس تعتبر الفيرست تروفيك ليفل والايجل يعتبر الفيفث تروفيك ليفل. من خلال هذه العمليه during this process of transfer of energy some energy is lost into the system as a heat energy مثل ما قلنا لكم دائما الطاقه تفقد من مستوى الى مستوى اخر مثل ما موضح ايضا بهذا المخطط تفقد بشكل تلاحظون تفقد بشكل حرارة ولا تصبح يعني متوفرة أو للتروفيك ليفل اللي بعده للمستوى الغذائي اللي بعده. لذلك دائما السؤال وانتبهوا عليه دائما لماذا السلسلة الغذائية تتكون فقط من 4 إلى 5 تروفيك ليفل مستويات غذائية وذلك لأن الطاقة تفقد. تلاحظون هنا 20,000 كانت كيلو جالري بير متر مربع خلال السنة تصبح للمستوى الغذائي الثاني 2000 تصبح 200 تصبح 10 تصبح 2 بعد تخلص الطاقة ماكو. لذلك بعد ماكو سلسلة غذائية بعد ماكو طاقة فما تستفيد بعد شو ياكل النسر. تلاحظون لذلك هذا التعليل مهم تنتبهون. نجي على الأوتوتروف اللي هم البروديوسرز أو ذاتية التغذية. They are the producers of food for all
other organisms of the ecosystem. They are largely green plants and convert inorganic material in the presence of solar energy by the process of photosynthesis. يصنعون المواد غير العضوية بعملية البناء الضوئي ويحولوها إلى chemical energy اللي هو الفود. هنا أنا أكو تعريفين: the total rate at which the radiant energy is stored by the process of photosynthesis in the green plant. شو يسموها الإنتاجية؟ يسموها cross primary production، الإنتاجية الابتدائية الإجمالية. يعني كل الطاقة اللي يكتسبها النبات ويخزنها بداخله بعملية البناء الضوئي يسموها الطاقة الابتدائية الإجمالية. This is also known as a total photosynthesis or total assimilation. يعني التمثيل الغذائي، البناء الضوئي الغذائي أو التمثيل الإجمالي. From the cross primary productivity، من خلال هذه الطاقة الإجمالية اللي دخلت للنبات، فقط جزء هو يستخدم من قبل النبات. ليش؟ لحتى يقوم ببناء نفسه والعظمات. The remaining amount is stored by the plant as a net primary production. المنتج الباقي فقط اللي يبقى بداخل النبات اللي هو مو للعظمات، اللي يكون which is available to consumers. يعني احنا من نجي ناخذ ناكل النبات اكنه النت برايمري برودكتيفيتي او برودكشن، عفوا، الطاقه الابتدائيه الصافيه. فهمتوا؟ هي الطاقه اللي اكتسبها كلها من الشمس يسموها الاجماليه كروس. بنى نفسه، طور نفسه، نمى النبات وكبر، جينا احنا على الحاضر اكلناه. اللي اكلناه يسموه النت برايمري برودكشن، اوكي، اللي هي افيلبل للكونسيومرز. نجي ثانيا على الهربيفورس اللي هم العواشب المستوى الثاني بالسلسله الغذائيه. هي عباره عن animals which eat the plants directly are called primary consumers. primary consumers اللي هم المستهلكين الاوليين او الهربيفورس العواشب، مثل الحشرات بيرز، رودنت، روميننت اللي هي المشترات. ثانيا ثالثا عفوا الكارنيفورس، they are secondary consumers if they feed on herbivores. يعني اللواحم يتغذون على العواشب، لذلك مثلا الفروغ، دوغ، كات، تايجر. الاومنيفورس اللي هم يتغذون على الاثنين، يتغذون على العواشب وعلى اللواحم، وهاي امثلتها البيج، البير، يعني الأسد، العفو، الخنزير، الدب، الرجل أو الإنسان، العفو. خامسا اللي هم الديكومبوزرز، they take care of dead remains of organisms at each trophic level. ذولا موجودين بكل مستوى غذائي، صح؟ هم يعتبرون يعني تقريبا جزء من السلسلة الغذائية، يعني هم جزء من السلسلة الغذائية، بس لو تلاحظون هسه أوضح لكم بالرسوم الأخرى، هم كل مستوى غذائي لازم بي ديكومبوزرز، يعني بكل مستوى أكو تموت كائنات، فهي ترجع الطاقة تفتر كلها تروح للديكومبوزرز. أكو نوعين من السلاسل الغذائية: الكرايزنج فود تشين، هي سلسلة الرعي، والديترايتوس، السلسلة المحللة. Ecrizing food chain which start from green plant، تبدأ من النباتات، that make a food for herbivores and herbivores in turn for the carnivores، يعني وبدورها تروح للcarnivores. Detritus food chain اللي هي start من dead organic matter to the detritivores organic organisms which is turn make food for protozoa to carnivores أيضا. مثل ما تلاحظون هي اثنيناتهم، سلسلة الرعي والسلسلة المحللة، اثنيناتهم يبدأون من البروديوسرز، لازم يبدون من النبات. الأولى تروح للهربيفورس، تجي العواشب تتغذى على النباتات، وبدورها سلسلة طبيعية تروح الكارنيفورس تتغذى على العواشب. السلسلة المحللة تبدأ من النبات، تلاحظون هنا مثل هذا الرسم، تسقط يعني تسقط مثلا الأوراق، الأغصان تسقط على الأرض،
تحللها البروديوسرز اللي عفوا الديتريفورس او الديترايتر سبيدر، تحللها وبعدين شي وين تروح؟ تروح مباشرة للكارنيفورس. اوكي، اللي تكون بشكل غذاء تجي تتغذى عليها الكارنيفورس. يعني شلون هي تمشي؟ تلاحظون هنا يعني البكتيريا حللت هذه البقايا المتساقطة من الأشجار، اتغذت عليها دودة الأرض، الحشرات اجت، هاي السلمندر وهاي والكائنات والفوكس، وبالتالي رأسا راحت للواحم. هذه السلسلتين اثنيناتهن عندما يتداخلون يكونون واي شيب فود تشين، مثل ما تلاحظون هنا هسه اشرح لكم اياها بهذا الرسم الاخر. بلانت تروح للدير اللي هو الغزال، يروح لللايون. اللايون عندما يموت تلاحظون هنا راسا، او الدير عندما يموت وين يروح؟ يروح للديترايتس اللي هم المحللين النمل مثلا. تلاحظون هنا تصير بشكل واي شيب، وهنا ايضا بهذا الرسم تلاحظون شلون كلهم يروحون للديترايتس بيدر، بتكون بشكل واي شيب. فهمتوها ان شاء الله؟ ما هي فائدة دراسة السلسلة الغذائية؟ اكو 3 فوائد من دراسة السلسلة الغذائية. الاولى فهم العلاقات التغذي والعلاقات بين الكائنات المختلفة بالنظام البيئي. ثانيا توضح جريان الطاقة و تدوير المواد بالنظام البيئي. ثالثا تساعد على فهم مبدأ البايو ماجنيفيكيشن بالنظام البيئي، اللي هو اللي حوضح لكم اياه هنا بهذه الرسوم. احنا مثل دائما تسمعون بايو اكيوميليشن، بايو كونسنتريشن. بايو اكيوميليشن اوضح لكم اياه هنا، هي شلون تراكم المواد بالكائن نفسه خلال فترة الزمن. تلاحظون هنا السمكة هنا بعدها بيضاء، شوية تراكم بها صار شوية بها أزرق، زاد اللون الأزرق وبالتالي زاد أكثر. هاي في نفس الكائن. البايو ماجنيفيكيشن هنا عفوا كان تراكم، هنا صار تعظيم. بس شنو يصير خلال السلسلة الغذائية؟ مثل هذا السرطان تغذى عليه الأسماك الفقمة، والدب القطبي تغذى على الفقمة. تلاحظون اللون الأزرق هنا زاد، هاي يسموه البايو ماجنيفيكيشن. يعني في عدة كائنات، بينما البايو اكيوميليشن في كائن واحد. وأيضا هاي الرسوم هنا توضح لكم، يعني البايو اكيوميليشن هنا وفق هذا الرسم تلاحظون الأسماك increase in concentration of a pollutant، خلنا نفرض الملوثات، in an organisms في كائن واحد، في بس هذه الكائن. لكن بايو ماجنيفيكيشن تلاحظون هنا increase concentration of an pollutant in a food chain، بهذه السلسلة الغذائية. نجي على الفود ويب. الفود ويب هي عبارة عن سلاسل غذائية، يعني شبكة غذائية. السلاسل الغذائية كل ما تتداخل مع بعضها البعض شو تصير؟ اكيد راح تصير شبكة غذائية. اوكي، لذا الفرد الواحد ضمن الشبكة الغذائية، عفوا ضمن الشبكة الغذائية، نعم، يكون هو قد يكون فرد او تروفيك ليفل في عدة سلاسل غذائية. اوكي، هذا الزبدة من الكلام. ودائما نوضح لكم انه جريان الطاقة بالنظام البيئي يكون لينير، خطي وباتجاه واحد. وكمية الطاقة دائما هنا مثل ما تلاحظون تقل في كل مستوى غذائي. تلاحظون شلون كلها اكو الطاقة تفقد بشكل حرارة، وكلهم ايضا يروحون للديكومبوزرز، المنتجين، الهربيفورس، الكارنيفورس، كلهم، لأنه يعني دائما اكو تبقى فضلات تروح للديكومبوزرز. لذلك at every step in a food chain، في كل مستوى or web، the energy received by the organisms is used to sustain itself. يعني الطاقة اللي يكتسبها في كل مستوى غذائي هي تكون لإدامة نفسه، والمتبقي
يفقد، يعني المتبقي قسم يفقد بشكل حرارة، والمتبقي المن يروح للنكست تروفيك ليفل. اوكي، نجي على الأهرامات البيئية. الأهرامات البيئية هي جرافيكال ريبريزنتيشن، يعني رسم بياني توضيحي للمستويات الغذائية بالنظام البيئي، وهي تتكون من 3 أنواع. أولا هرم الأعداد، بالإضافة إلى أنه هي توضح لنا يعني دائما تكون البروديوسرز في قاعدة الهرم، وتوضح لنا شلون الهربيفوروس والكارنيفوروس والتوب كارنيفوروس. أولا نجي على هرم الأعداد، هو يشكل أو يمثل الأعداد للكائنات في كل مستوى غذائي، وأيضا بنوعين. النوع الأول primary producers، يعني المنتجين، تكون أعدادها صغيرة، لكن يعني عفوا أحجامها تكون صغيرة small in size، لكن تكون high number، أعدادها جدا كبيرة، مثل الجراس لاند. يعني مثل ما تلاحظون هنا هذا الهرم upright، يعني قاعد بشكل صحيح. دائما البروديوسرز يكونون اكثر، يعني 100% النباتات بالكائنات بالكره الارضيه او بالايكو سيستم تكون اكثر من العواشب، والعواشب اكثر من اللواحم، وهكذا. تلاحظون لان هرم قاعد بشكل عدل. الهرم الثاني هو يكون مقلوب inverted pyramid of number. شو وقت يكون هذا؟ عندما تكون primary producers large in size، كبيرة بالحجم لكن قليلة العدد. مثل كمثال هذا هنا البروديوسرز اللي هي شجرة واحدة تغذى عليها عدة طيور، والطيور تتغذى عليها عدة باراسايت وهايبر باراسايت أكيد أكثر منها، لذلك صارت البروديوسرز أقل من العواشب وأقل من اللواحم. انتبهتوا؟ واضحة جدا. نجي على الهرم الثاني وهو هرم الكتلة، أيضا هذا يمثل التوتال ستاندينج كروب بايوماس، يعني المحصول الكامل، كتلة المحصول الكامل بكل مستوى غذائي. ستاندينج كروب بايوماس is the amount of the living matter at any given time. تمام؟ وايضا تقاس بالغرام بكل وحدة مساحة، او كيلو غرام او كيلو جالري بكل وحدة مساحة غرام العفو. In most of terrestrial ecosystem the pyramid of biomass is upright. دائما يكون بالحالة بالنظام البيئي الارضي اليابسة العفو اكيد مبينة هنا العواشب البروديوسرز، عفوا البروديوسرز يعني المنتجين او النباتات، تكون الكتلة مالتها اكبر من الهربيفوروس ومن الكارنيفوروس ومن التوب كارنيفوروس. تلاحظون هنا مثلا 1000 كيلوغرام، هاي كمثال، هنا 100 كيلوغرام، 10 كيلوغرام، وهكذا. يعني الكتلة الحيوية المحصول هنا دائما يكون كالكتلة لو نجمع كل البروديوسرز اكيد اكثر من الهربيفوروس. هذا الهرم قاعد بشكل عدل. شو وقت يقلب هذا الهرم؟ يقلب ايضا هو مثل هرم الاعداد بنوعين. الهرم يقلب في حالة الاكواتيك ايكو سيستم، نظام البيئي المائي، ممكن ان يقلب. شو وقت البروديوسرز بالاكواتيك ايكو سيستم دائما تكون مثلا الفايتو بلانكتون تكون يعني اعدادها كلش صغيره، تراب المجهر، تتغذى عليها الهربيفوروس او الاسماك الصغيره الكائنات الصغيره، وتتغذى عليها الاسماك الصغيره، وبعدين تتغذى عليها الكارنيفوروس اللي هي الاسماك الكبيره. لذلك يمكن لو نجمع كل مليون فايتوبلانكتون تتغذى عليها، يعني شقد كتلتها؟ ما تطلع لها كيلو غرام واحد. تتغذى عليها سمكة يعني وزنها أكثر من كيلو غرام، وبالتالي تتغذى السمكة الكبيرة على السمكة الصغيرة، وهكذا. وهذا مثالين واضحة على مود تعرفون شلون ينقلب الهرم. واضحة إن شاء الله.
نجي على الهرم الثالث وهو والأخير اللي هو هرم الطاقة. This pyramid represents the total amount of energy at each trophic level. يمثل الطاقة في كل مستوى غذائي. والوحدات كيلو جالري بير يونت اريا بير يونت تايم، أو جالري يونت اريا يونت تايم. كمثال ليك تروفيك انرجي هي 20810 كيلو جالري بالمتر المكعب خلال السنة. لذلك هسه أقول لكم أيضا هرم الطاقة هذا يختلف عن الهرمين السابقين، لأنه هو هذا ممكن يعني من غير الممكن أن ينقلب. Energy pyramid never inverted. لماذا؟ لأن مثل ما قلت لكم حكينا سابقا دائما الطاقة تقل. تلاحظون 20,000 20,220 إلى 2 دائما الطاقة تقل. تمام، لذلك هذا من غير الممكن أن يقلب، وبسبب السبب هنا أنا سأوضح لكم إياه. At each trophic level, a part of energy available energy is lost in respiration or used up in metabolism. لأنه الطاقة من مستوى إلى مستوى آخر تروح بالتنفس والميتابوليزم الأيض. السبب الثاني a part of energy is lost at each transformation، مثل ما قلنا تفقد بشكل بالحرارة. يعني السبب الأول لأنه هي يستفيد منها الكائن بالتنفس والأيض وبناء نفسه، والسبب الثاني لأنه الطاقة تفقد من مستوى إلى مستوى آخر بالحرارة. لذلك the percentage، انتبهوا هنا التعريف، the percentage of usable chemical energy transferred as a biomass from one trophic level to the next is called ecological efficiency. الكفاءة البيئية هي شنو معناها؟ أعرف لكم إياها. يعني هي كمية الطاقة الكيميائية التي تنتقل بشكل يعني كتلة حيوية بشكل كتلة من مستوى إلى مستوى آخر يسموها الكفاءة البيئية، اللي هي تتراوح دائما من 2 إلى 40%. لذلك معناها إيش قد يفقد؟ يفقد من 60 إلى 98%، لأن من تنقصون من الاثنين يعني 100 صار 98 والأربعين تنقص يبقى 60. هاي شوك ليش تحدد؟ depending on what type of species and ecosystem are involved، يعني حسب الكائن اللي صارت به الانتقال الطاقة. واضحة هسه؟ هسه أوضح لكم إياها أكثر. تقريبا يقول لك بافتراض إنه 10% ecological efficiency دائما lose 90% من الانرجي تروح بكل مستوى غذائي. If a green plant، مثلا هنا هذا المثال واضح أمامكم، green plant in an area managed to capture، يعني أخذت من الشمس، تلاحظون هنا شقد 1%، يعني 10,000 من المليون أخذت energy from the sun، شقد راح لل primary consumers اللي هم العواشب، راح يعني شقد كم جول؟ 1000 جول فقط، صار chemical energy يعني طاقة كيميائية. will be available to support herbivores، يعني فقط لل support الherbivores. وفقط 100 راحت للمن to support للcarnivores. تلاحظون ايش قد تقل؟ هنا 10,000 صار 1000، صارت 100، صارت 10. اوكي، لذلك في كل مستوى غذائي تلاحظون 90% تروح، العشرة to sustain لإدامة المستوى هذا أو التروفيك ليفل، فهذا يسموها الإيكولوجيكال إيفيشنسي. وهذا الشرح مادته اللي هو لأنه الطاقة قسم منها تروح للحفاظ على نفسه، يعني للميتابوليزم، والباقي تروح بشكل تنفس، والباقي تروح بشكل حرارة.
وإن شاء الله نكون كملنا المحاضرة، وتحياتي وتحيات دكتور محمود، وبالتوفيق إن شاء الله.